طمني، عملت ايه مع اخواتك؟ تمام، كله تمام. مفيش غير نورة بس اللي انا قلقان منها. عملت معاها لعبة كده يا رب تجيب جول، بس ندمان والله اني فتحت الموضوع قصادها. يا ريتني نفضت لها زي ما عملت مع عادل الشمام. وقلقان منها ليه؟ مش موافقة؟ مش عايزة فلوسها يعني؟ مش كده، بس عيلة صغيرة مش فاهمة حاجة، وانا ما بقلقش غير من العيال الصغيرة. طب وعبير؟ عبير دي تبيع اي حد عشان القرش. دي تبيعني انا، تبيع رأفت جوزها. اقولك على حاجة، عبير عشان القرش ممكن تبيع كلاويها. طب وياسر؟ ياسر؟ ياسر ده الوحيد في الدنيا دي اللي معاه سري، الوحيد اللي بصق فيه دونا عن اخواتي كلهم. انا وياسر طول عمرنا اصحاب من واحنا عيال صغيرين، عملنا كل حاجة مع بعض على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا. عيبه بس انه عيل صغير ما بيعرفش يتصرف لوحده، كأنه عيل ماسك في جلابية امه خايف لا يتوه، وكأن انا امه. عمره ما هيكبر ابدا، هيفضل طول عمره عنده 18 سنة لحد لما يموت. طب وعبد المحسن؟ عبد المحسن ده مهيطل، ده لدول طول عمره وهيعمل اللي هيتقال عليه. ورأفت؟ اصلك في الاول لما قلت له انك انت اللي هتنفس، بس لما عرف انه هياخد نصيب رضوان ريل هو وعبير. عيب عليك، عمرك ما تمشي ورا دماغي وتحزن ابدا. بيقولوا خبره اليوم عند الراجل بيوم، وخبره اليوم عند الست بسنه. ايه ده؟ اشمعنى يعني؟ والله ما عارفه يا فتحي، هتلاقي اللي قال في المثل ده مرة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.